معنا البوابة سبورت قالت أن بيعود محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي للقاهرة في نهاية الشهر الحالي، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة اللي تعرض ليها بقطع في الرباط الصليبي. بدأ اللاعب في تدريبات خفيفة بالكرة في ألمانيا تحت إشراف الفريق الطبي اللي بيعالجه في أحد المراكز في ألمانيا.